من منطلق حرص وزارة الداخلية على التواصل مع المواطنين والمقيمين وإطلاعهم على كافة المستجدات والجهود المتواصلة من أجل حفظ الأمن والاستقرار، ينضم إلينا عبر الهاتف العميد طارق الحسن المتحدث بوزارة الداخلية لمزيد من التفاصيل. نرحب بك العميد طارق. أهلا وسهلا، مسي عليكم على مشاهدينكم الكرام بالخير. نعم العميد طارق، ما طبيعة ما شهدت بعض شوارع المملكة صباح اليوم من أعمال تخريبية؟ نعم والله أنا يعني حقيقة شهدت عدد من شوارع المملكة مؤخرا قيام مخربين بإيذاء متعمد نقدر نسميه، وتعدي على حقوق الناس، تعطيل مصالحهم من خلال سكب الزيت في الشوارع وإلقاء السلاسل الحديدية والأخشاب والمخلفات وما يشكل ذلك من إيذاء وخطورة. نعم. وأود أن أؤكد هنا على أن يعني أعمال قطع الطرق وسد الشوارع هي لا تشكل فقط مخالفات قانونية، إنما هي أعمال تخريبية من شأنها إيذاء مستخدمي الطرق، بل قد تفضي إلى الموت أو الإصابة وإلحاق الأضرار بالممتلكات العامة. نعم. يعني ردا على السؤال، مثل تلك الأعمال التخريبية صباح هذا اليوم شهدت عدد من المناطق مثل شارع الشيخ خليفة بن سلمان المدخل بقوة، وشارع الشيخ عيسى بن سلمان عند منطقة عذاري وشارع سار، كذلك شارع 28 قرب دوار الدانة وشارع أرادوس بالقرب من قرية الدير، شهد يعني عدد من هذه الأعمال. وقد أثرت هذه الأعمال يعني سلبا على انسيابية الحركة المرورية وأدت إلى ازدحامات وعدد من حوادث السير، نتج عنها مع الأسف بعض الإصابات البسيطة وتلفيات في الممتلكات تراوحت بين بسيطة وبليغة. يعني طبعا دوريات المرور الإدارة العامة للمرور تواجدت بكثافة في هذه المناطق وبذلت جهود كبيرة في التعامل مع هذه الأمور، وساعدها في ذلك طبعا شرطة الدفاع المدني وعمل الدفاع المدني، ويعني قامت بمحاولات في سرعة التعامل مع هذه الازدحامات تخفيف حدتها. طبعا يعني لا ننسى أن بقع الزيت إزالتها من الشارع ويعني تنظيف الشارع وإعادته إلى الحالة السليمة عشان يكون آمن للاستخدام يأخذ بعض الوقت. نعم. وهذا يمكن يعني أدى إلى الازدحام. لكن احنا في هذا الصدد حقيقة كوزارة الداخلية نعتذر للجمهور من مواطنين ومقيمين وزوار عن أي تأخير أو ضرر قد يكون لحق بهم نتيجة لمثل هذه الأعمال الممجوجة والخارجة عن القانون، والتي لا تتفق مع عادات وتقاليد شعب البحرين المسالم ولا تعاليم ديننا الحنيف. نود أن نؤكد أيضا على أن هذه الأساليب الخارجة عن القانون واللي تعرض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر تعد ظاهرة خطيرة، وأن الوزارة تقوم حاليا بتطوير إجراءات التعامل معها فنيا وعملياتيا. وفي هذا السياق فقد تم صباح هذا اليوم القبض على عدد 3 من المخربين في منطقة السهلة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة. كما يعني قامت وزارة الداخلية بإحالة مجموعة أخرى من الأشخاص الذين تم القبض عليهم واعترفوا بقيامهم بإغلاق شارع الشيخ خليفة بن سلمان بالقرب من ضاحية السيف في يوم الخميس الماضي بسكب الزيت وإلقاء الأخشاب في الشارع. نعم. الحقيقة في هذا الصدد ودي يعني أنتهز هذه المناسبة لأتقدم بالشكر للمواطنين والمقيمين الكرام على تعاونهم، وبالذات من خلال توصيل المعلومات وتزويد وزارة الداخلية بالتصوير والتوثيق لمثل هذه الأعمال ولكل ما يعرض حياة الناس ومصالحها للخطر. وأود أن أذكر هنا بالرقم الخط الساخن وهو 800-800-8008-8-0-8. وتود أيضا تهيب وزارة الداخلية مجددا بالأهالي وأولياء الأمور ضرورة الاهتمام برعاية أبنائهم والحفاظ عليهم من انصياع المحرضين الذين يشجعونهم على يعني إتيان مثل هذه الأعمال مخالفة للقانون. نعم. والتي قد تتسبب في إيذائهم وضياع مستقبلهم. نعم العميد طارق الحسن المتحدث باسم وزارة الداخلية، كنت متحدثا إلينا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.